رعى جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت الثلاثاء افتتاح مؤتمر الأردنيين في الخارج 2015، والذي يلتئم تحت عنوان الأردن يجمعنا. ويبحث المؤتمر على مدى 3 أيام محاور سياسية واقتصادية، ومحور الأردنيين في الخارج نجاحات وتحديات وحلول، ومحور دور البعثات الأردنية في الخارج. كما ويهدف المؤتمر إلى توثيق صلة الأردنيين في الخارج بوطنهم، والوقوف على التحديات التي تواجههم، ووضع آليات مستدامة للشراكة معهم وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. وشاهد جلالة الملك والحضور خلال الحفل في المن عرض رسائل مصورة لمغتربين أردنيين في مختلف أنحاء العالم، جسدت مشاعر ارتباط الأردنيين في الخارج بوطنهم، وقدمت صورة مشرقة عن نجاحاتهم وإنجازاتهم وتفوقهم في مختلف المجالات. رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور أكد في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية أن هذا المؤتمر جاء منذ البداية استجابة لرؤية جلالة الملك وتنفيذا لأوامره السامية، وتعبيرا عن اهتمام جلالته الدائم ببنات وأبناء الأردن المغتربين ودورهم المتقدم في خدمة الوطن وصورته الناصعة، وتقديم الوجه الصادق لمسيرته المباركة بالعمل والإخلاص والجد. فشرف ما بعده شرف أن نحظى اليوم بحضوركم البهي في هذا المؤتمر الذي جاء منذ البداية استجابة لرؤيتكم وتنفيذاً لأوامركم السامية، وتعبيراً عن اهتمام جلالتكم الدائم ببنات وأبناء الأردن المغتربين ودورهم المتقدم في خدمة الأردن وصورته الناصعة، وتقديم الوجه الصادق لمسيرتنا المباركة بالعمل والإخلاص والجد. من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة في كلمته خلال حفل الافتتاح إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر، والذي أراده جلالة الملك منبرا للتواصل والحوار واللقاء، ومنتدا للتفاعل المسؤول الصريح، تعزيزا لدور الأردنيين المغتربين، وتأكيدا لشراكتهم في كل ما يخص شؤون وطنهم، وبحيث تنتج هذه الحوارات والأوراق اقتراحات وتوصيات قابلة للتطبيق والتنفيذ. يلتئم اليوم يا مولاي هذا الملتقى، والذي أردتموه جلالتكم منذ اللحظة الأولى، منبرا للتواصل والحوار واللقاء، ومنتدا للتفاعل المسؤول الصريح، تعزيزا لدور الأردنيين المغتربين، وتأكيدا لشراكتهم في كل ما يخص شؤون وطنهم، وبحيث تنتج هذه الحوارات والأوراق اقتراحات وتوصيات قابلة للتطبيق والتنفيذ. وفي تصريحات للحقيقة الدولية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن المؤتمر جاء للوقوف على أهم المواضيع التي تهم المغتربين. المؤتمر هي فرصة في غاية الأهمية لنا ليتواصل مع المغتربين الأردنيين، نسمع آراءهم، نسمع اقتراحاتهم، نحاول أن نحادثهم بالمنجز الوطني الأردني. كل أردني خارج الأردن سفير لهذه الدولة، ويمثل الأردن وقيم الأردن وتاريخ الأردن وحضارة الأردن ونبل الأردن وشهامة الأردن، والحمد لله. وبالتالي إحنا نأمل أنه في لحظة من اللحظات سوف يكون هذا المؤتمر أكبر حجما، عندنا 500 مشارك في هذه المرة، بلكن بعد سنتين هو المؤتمر سوف يعقد كل سنتين، بلكن بعد سنتين تضاعف العدد، وربما بعد ذلك تضاعف بشكل أكبر، لتكون فرصة سنوية لكي يلتقي المغترب الأردني مع زملاء المغتربين، لكي يأتي للأردن ويسمع من المسؤول الأردني ويستمع منه أيضا المسؤول الأردني عن أولوياته وهواجسه، لكي نعزز روح المواطنة اللي نفتخر فيها جميعا الحقيقة، والتي جعلت الأردن دولة ناصعة وصلبة وينظر لها بالبنان والحمد لله. وحضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السمو الأمراء ورجال الدولة وكبار المسؤولين.